أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. في يوم الصمت الانتخابي، استعدادات حثيثة عشية أول انتخابات بلدية بعد الثورة، وتأمين لنقل مواد العملية الانتخابية إلى مراكز الاقتراع. في قفصة، تواصل تعطل دخول معمل المذيلة 2 حيز الإنتاج بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، يكبد المجمع الكيميائي خسائر وخطايا. وفد جزائري لأصحاب وكالة الأسفار يحط الرحالة بالمنستير، وجولة في المعالم السياحية التونسية للترويج لها وتثمينها لدى السائح الجزائري. البداية من ولاية باجة، وعلى غرار مختلف ولاية الجمهورية، انطلقت صباح اليوم عملية نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع من مقر الهيئة الفرعية للانتخابات إلى مراكز الاقتراع بمختلف جهات الولاية. في حدود الساعات 8 صباحا انطلقت من مقر المخزن الجهوي المتواجد بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة عملية نقل الصناديق الانتخابية إلى مراكز الاقتراع في 12 دائرة بلدية. تعرفوا اليوم هو 5 ماي، هو عملية نقل الصناديق والمواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية، وبدينا إن شاء الله من على الساعة 8 في نقل المعدات إلى 152 مركز، يعني عندنا 12 بلدية. عملية تم منها كما قلت لك من الوحدات العسكريه والحرس والشرطه والتحضيرات، احنا على اعدم الاستعداد. يبقى هو كلمه نوجهها للبزير كلها باش يقبلوا على سنه الاختراع بكثافه. العمليه التي امنتها قوات من الجيش والامن الوطنيين صارت بسلاسه، وحضرها عدد من المراقبين المحليين والدوليين، والذين اكدوا على اهميه وصول جميع المواد الانتخابيه الى مراكز الاقتراع في افضل الظروف من اجل انجاح الاستحقاق الانتخابي. عينا عملية نقل الصناديق بصراحة تمت بسلاسة، وأنا نوجه الشكر حتى للسلطات الأمنية والعسكرية اللي أشرفوا على العملية معناها بنجاح. بالنسبة لإحنا تو اليوم في الصم في يوم الصمت الانتخابي، معناها انتهت الحملة الانتخابية نصف الليل. عموما معناها في جهة باجة ما سجلناش معناها إشكاليات كبيرة، بعض الإشكاليات البسيطة من تمزيق القائمة معناها المعلقات نتاع القائمات المترشحة. ومن المنتظر أن يتوافد غدا 145,073 ناخبا بولاية باجة على 150 مركز اقتراع موزعين على 12 دائرة انتخابية. 60,000 من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني سيعملون على تأمين العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. تم اتخاذ كل التدابير لضمان الحياد والسرية في هذه العملية مع هيئة الانتخابات. انتخاب أعضاء المجالس البلدية بمختلف ولايات الجمهورية حدث استعدت له وزارة الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عملية توزيع المواد الانتخابية على مختلف مراكز الاقتراع وتوفير الإمكانيات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية. سلسلة من الجلسات عقدت بالتنسيق مع السيد معناها وزير الدفاع، مع المؤسسة العسكرية، وبالطبع تحت إشراف رئاسة الحكومة. بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية حاضرين من جميع ما والتوصيات، وتم تكوين إطارات في هذا المجال وتكوين من جميع الأفراد، وجملة من التوصيات مشيت حتى للسادة الولاد في إطار الالتزام بالحياد وتسهيل كل ما يساعده على مختلف الأحزاب، تسهيل معناه الانتخابات والإشراف عليها. بالنسبة لوزارة الداخلية سخر 30,000 رجل أمن مؤطرين، بالنسبة زاد لوزارة الدفاع نفس التعداد تقريبا، وكوزارة الداخلية حاضرة لجميع ما فيما يتعلق بتأمين معناها والعمل على تأمين سير الانتخابات في ظروف أمنية عادية ملتزمة بالحياد في الاتجاه. جاهزين عن أشهر، وإحنا جاهزين للمحطات الكل اللي ترقب في ترقب فينا، حتى في العودة الجامعية والمدرسية، كل قرية وحسابه. طمأنة كاملة، بقينا نرجع كيف ما قالوا السيد وزير الداخلية، راهو الحالات المعزولة هذه ماهيش يمكن تكون واردة، ولهذا يلزمنا نكونوا في حياقظة مستمرة وفي جاهزية دائمة. وهذه الانتخابات البلدية هي الأولى منذ الثورة التونسية، ويضم السجل الانتخابي نحو 5 مليون ناخب، أكثر من 50% منهم شباب.
على مقاعد مجالس 350 بلدية تتنافس 2074 قائمة جملية، منها 1055 قائمة حزبية، بينما بلغ عدد القائمات المستقلة 860 قائمة و159 قائمة ائتلافية في استحقاق انتخابي محلي هو الأول منذ ثورة 14 من جانفي 11 و2000. وتسجل الانتخابات المحلية مشاركة 53668 مترشحا، منهم 1732 شخصا من ذوي الإعاقة يمثلون 18 قائمة مترشحة، منها 13 قائمة يترأسها رجال وخمس قائمات تترأسها نساء. ووفق الإحصائيات الخاصة بالمترشحين حسب الفئة العمرية، فقد بلغت نسبة مشاركة الفئات العمرية الأقل من 35 سنة 52.10%، فيما سجلت نسبة مشاركة المرأة في هذا الاستحقاق البلدي 49.26% مقابل 50.74% للرجال وفق الإحصائيات الخاصة بالمترشحين حسب الجنس. ومع انتهاء فترة الحملة الانتخابية لبلديات 18 و2000 التي كانت قد امتدت على 3 أسابيع، يفتح باب الاقتراع العام أمام أكثر من 5,369,000 ناخب لاختيار ممثليهم في البلديات، حيث تخصص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4,552 مركز اقتراع بكافة أنحاء الجمهورية. في الشأن التنموي وفي قفصة تحديدا، المجمع الكيميائي بالمذلة يتكبد خسائر هامة جراء تعطل إنجاز معمل المذلة 2. كان من المفترض أن يدخل معمل المذلة 2 لإنتاج الأسمدة الكيميائية طور الإنتاج الفعلي مطلع هذه السنة، إلا أن تواصل التحركات الاحتجاجية ودخول عمالة الحظيرة المكلفة بإنجاز هذا المشروع في إضراب مفتوح في الآونة الأخيرة حال دون ذلك، مما يكبد المجمع الكيميائي بالمظلة خطايا تعويضية تجاه حرفائه بالخارج ومع البنوك الممولة لإنجاز هذا المشروع. ومع المظلة 2 مشروع معناها ضخم، بدينا الانجاز تاعه من 2010 اواخر 2010 2011 الى حد الان يمر معناها بصعوبات كبيره نظرا للاضطرابات الاجتماعيه وما الى ذلك، بحيث احنا تو الان سجلنا معناها تاخر كبير. التعطيل هذايا هو كلفنا معناها مصاريف اضافيه، وكذلك تعرفوا الاجال وما الى ذلك، احنا خسرنا فيما يخص الانتاج، يعني المفروض كنا ندخل في الانتاج في 2013، الى حد الان المشروع مازال في طور الانجاز، وكذلك المقاولين الاجانب هم باش يطالبونا بتعويضات وما الى ذلك، بحيث هو الوضع معناها صعيب ويجب تتكاثف الجهود الكل باش نحاولوا كيفاش نحلحوا المشكل. إيجاد حل سريع لإشكالية معمل المظلة 2 حفاظا على ديمومة الشركة والتزاماتها تجاه حرفائها بالداخل والخارج، وضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية في ظل أزمة أصبحت تتهدد قرابة 800,000 متقاعد، نقاط أساسية تناولها بوعليل مباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لدى إشرافه على حفل تكريم إطارات وعمال المجمع الكيميائي بقفصة المحالين على شرف المهنة. غير معقول في ظل الأزمة اللي يعيشها المجمع الكيميائي التونسي وشركة اقتصاد قفصة والنقص وخسارة الحرفاء، نزيد نخلوا معمل اللي هو نجم يكون عنده دور هام جدا على المستوى الاقتصادي والمردودية المالية وحتى المسؤولية المجتمعية، نخلوها كيف ننظروا ودون ما نتدخل لابد من حل. مش معقول لأنه عنده التزامات حتى تجاه دول أخرى المعمل هذا والشركة هذه، وإذا كانت توسط الوضعية على ما عليه باش تكون حتى للدولة التونسية عندها انعكاسات وعندها خطايا حتى مالية. نظرتنا لإصلاح الصناديق هي نظرة شاملة، كيفاش نحافظوا عليها ونحافظوا على ديمومتها ونحافظوا على التزاماتها تجاه المخاطرين نتاعها وكيفية خلاص ديونها وكيفية أنها الإمكانية الترفيه في التقاعد والاقتطاع. التزام الاتحاد بمستقبل أجور المتقاعدين أكده بوعليل مباركي من خلال تواصل الحوار مع الحكومة لتنظيم طرق عمل الصناديق الاجتماعية رغم الأزمة التي تمر بها هذه الصناديق. خلال المؤتمر العادي للجامعة العامة للسكك الحديدية الذي يعقد بمدينة الحمامات، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد يخوض معركة اجتماعية واقتصادية وهو على نفس المسافة من كل الأحزاب.
انعقد المؤتمر العادي للجامعة العامة للسكك الحديدية باسم الحمامات للبت في المشاكل الهيكلية والجوهرية للشركة وبحث سبل إنقاذها. السكة الحديدية رغم أنها من المفروض تكون عصب اقتصادي تعاني من مشاكل كثيرة هيكلية وجوهرية، الآن الأوان لإنقاذها. المؤتمر باش يدور حول في أشغاله حول رئيسيا حول إنقاذ هذا المرفق العمومي. الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام سامي الطاهري بيّن بأن القطاع يواجه تحديات كبيرة، وصرح بأن المؤسسة مستهدفة لضربها وتفكيكها. ما حدا بهذا المؤتمر لبحث مخططات إنقاذها. اليوم السكة الحديدية تعيش مشاكل، ثم تقادم، ثم تهرؤ، ثم ضعف رقابة، ثم وسائل تكنولوجية حديثة اليوم. وفي سياق متصل عرج الطاهري على حادثة الاصطدام الأخيرة بسيدر زيج، معللا ذلك بضعف التجهيزات واهترائها، كما تحدث أيضا على مسألة نقل الفوسفات وجميع البضائع، والتفاوت في تسعيرة النقل بين الخواص والشركة لا يعد إلا أن يكون استهدافا مبنهجا للمؤسسة. ثم استهداف لهذه الشركة اليوم وقت نقل الطن الفوسفات بستة أو سبعة دنانير في السكة الحديدية يكون بقرابة 25 دينار في الشاحنات الخاصة، ما ينجم يكون يعني ضرب ممنهج للشركة. هذا وقد حمل الطاهري مسؤولية حادثة الاصطدام بالقطارين بسيدر زيج إلى كل الأطراف، سواء كان ذلك شركة السكك الحديدية أو الوزارة، وطالب بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. المشهد السياحي يتطور باستمرار نحو الأفضل، حيث تشهد ولاية المنستير الساحلية زيارة وفد لوكلاء أسفار من الجزائر قادموا إلى تونس في رحلة استطلاعية قصد الترويج للسياحة التونسية. حط وفد جزائري لأصحاب وكالات أسفار الرحالة بمدينة المنستير بعد رحلة انطلقت من مدينة طبرقة مرورا بمدينة المهدية للوقوف على المعالم السياحية التونسية والترويج لها في القطر الجزائري. احنا استدعينا الوكالات الأسفار اللي تتعامل معنا، جبناهم باش نوريوهم لي زوتيل اللي في تونس والمناطق السياحيه باش يتمكنوا هما باش يوصلوا المعلومه الصحيحه لحرفائهم، يوليوا مثلا المنطقه نتاع مستير والمهديه وسوسه يعرفوا كيفاش يسوقوها للحليف نتاعهم في الوكاله نتاعهم في الجزائر. وحنا لهنا رانا في هذا الاطار من اجل الوقوف على المنشات القاعدية السياحية ومدى جاهزيتها ومدى قدرتها في تقديم الخدمات لائقة لكل الكاتيجوري لكل الأصناف. تسويق السياحة ولا ترويج السياحة التونسية في الجزائر، احنا دورنا طبعا راح يكون سنوي باعتبار انه تقريبا السياحة التونسية في الجزائر صارت رقم واحد. رحلة سياحية استكشافية للسوق السياحية التونسية، عبر خلالها الزائرون عن إعجابهم بمختلف المعالم السياحية وبجودة الخدمات الفندقية، ما يعد مؤشرا هاما للترويج للسياحة في تونس. فرحت بزاف لي جيت لتونس، تعلمت بزاف أمور وشفت بزاف معالم هنايا ما كنتش نعرفها، منها كي جيت لهنا هذه شدتني بزاف تاع الرباط هنايا. حلوة في السياحة في تونس، احنا اللي يجي يقول بلي تونس كتير مليحة وحنا كأوتون كأجونس نديرو عليه الببليسيتي تو. حوالي 150 وكيل أسفار جزائري زاروا تونس بغاية الترويج للوجهة التونسية في الجزائر، على أن يتم استقطاب عدد هام من السياح الجزائريين هذه الصائفة. إلى تطاوين وإلى غمراس تحديدا، حيث يتم الاحتفاء بالطفولة ضمن المهرجان الوطني الذي ينعقد في دورته 30. مهرجان كان له الأثر الإيجابي لدى الأطفال، خاصة وأنه تزامن مع العطلة المدرسية. في معتمدية غمراس بألوان زاهية وعلى إيقاع رقصات الأطفال وأصواتهم الرقيقة، تجدد الموعد السنوي مع مهرجان الطفولة. مهرجان الطفولة هو أحسن مهرجان عندي في غمراس، خاطر فيه برشا مشاركات ونعملوا فيه برشا جو. أي فرصة كبيرة على خاطرش باش نرتاحوا من القراية اللي فاتت ونرجعوا باقي. شنو باش تشاركوا في المهرجان؟ دبكة فلسطينية. أهمية هي تنشيط للصغيرات
ويبدا عندهم هكا حس التواصل ونحن ركزنا على القضيه الفلسطينيه بالحس الحس العربي معناها التضامن العربي معناها الصغيرات نجموا نخرجوا فيها ابداعاتنا نخدموا غمرسنا ننشطوا الجو في المدينه خاطر ديما الصغار والتلامذة يقروا وكل وفرصه للجمعيات انها توري روحها وتوري بلاصتها في المجتمع نتاعها. احنا في غمراس ما عندناش ترفيه ما عندناش نستناو في المهرجان هذا يجينا مره في العام باش صغارنا كلي يلقاو شويه فرهيد ما عندناش معناتها وين يتفرهدوا وين معناتها ينحيوا كل الطاقه نتاعهم يسيبوها. في الدوره الثلاثين للمهرجان محطه للتقييم والتجديد وفتح افاق جديده لهذا المهرجان. اما التجديد هي ساحة الفنون والمعارض، هي خروج الأطفال في بهرج كامل في رقة الافتتاح من مجموعات تنشيط شبابية وتنشيط أطفال. برشا عروض، برشا مشاركات من ولايات مجاورة ومن دول أجنبية. الحق المادة المقدمة من حيث الشكل والمضمون مادة متميزة. فقرة الاستعراض واحدة من محطات المهرجان المميزة حافظت على خصوصياتها مقابل حجب فقرات أخرى والتجديد في فقرات متعددة ليلا ونهارا في المهرجان. وهكذا نصل إلى ختام النشرة ونذكركم بالعناوين. في يوم الصمت الانتخابي استعدادات حثيثة عشية أول انتخابات بلدية بعد الثورة وتأمين لنقل مواد العمل الانتخابية إلى مراكز الاقتراع. في قفصة تواصل تعطل دخول معمل المذيلة 2 حيز الانتاج بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية يكبد المجمع الكيميائي خسائر وخطايا. وفد جزائري لأصحاب وكالات الأسفار يحط الرحالة بالمنسير وجولة في المعالم السياحية التونسية للترويج لها وتثمينها لدى السائح الجزائري. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.